أستاذ لي، خلينا نروح لفقرة تانية والموضوع تاني. قطاع الكهرباء في مصر حقق طفرة كبيرة شهد بها العالم في تحقيق إنتاج التيار الكهربائي وتحقيق فائض كمان، لغاية ما بقت مصر ناقلة للخبرات وخصوصا في القارة الأفريقية. من هنا أعلنت وزارة الكهرباء عن تخريج 8481 متدرب أفريقي في مصر. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وصباح الخير عليك. صباح الخير حضرتك، وصباح الخير لجميع متابعين الكرام الفندم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أيمن. دكتور أيمن، تنظيم الدورة اللي زي دي وتحملتها مصر كاملة من يعني الأول تذاكر الطيران والإعاشة ومصاريف الدورة التدريبية اللي موجودة للوافدين اللي جايين من دول أخرى، وده الهدف كان لنقل خبرات قطاع الكهرباء المصري لباقي الدول المحيطة. ده احنا شايفينه ازاي وفكرنا فيه في أنهي فترة؟ هو طبعا بالتاكيد الكهرباء هو اساس التنميه مش في مصر بس، في افريقيا والعالم كله. وطبعا افريقيا هي الامتداد الطبيعي لينا احنا طبعا، وفي احنا فيه اهتمام كبير جدا. توجيهات من سيادة الرئيس في تقديم كل الدعم للدول الافريقيه، والكوادر البشريه هي من ضمن العوامل الاساسيه في تطوير القطاع الهام دوت. من هنا كان تقديم كل الدعم لتدريب الكوادر البشرية في أفريقيا، وكمان في نفس الوقت نقل هذه الخبرة إلى هذه الدول، مش بس من المتدربين اللي بيجوا هنا ويعني بنرحب بيهم وبنقوم معاهم بكل الدعم كل اللي بيحتاجوه، لا ده كمان هم لما بيتنقلوا هناك بيبقى في تواصل مستمر معاهم، وكمان في نفس الوقت كان بيبقى فيه كمان عدد من الخبراء اللي بنبعتهم للدول الافريقيه علشان يقدروا ان هم يدربوا الناس اللي موجوده هناك. وطبعا ده بالاضافه طبعا للجزء الخاص بالدول طبعا يعني الافريقيه بصفه عامه ودول حوض النيل طبعا، لان هم دول الامتداد الشرياني بتاعنا يعني. أكيد. طيب دكتور أيمن، بندرب الطلبة على إيه؟ يعني الوافدين دول بندربهم على إيه؟ وفي نفس الوقت القائمين على عملية التدريب سواء اللي موجودين هنا أو اللي إحنا بنبعتهم زي ما حضرتك قلت بيتم إفادهم إلى الدول الأخرى لتدريب الناس هناك. هو طبعًا لو قلنا بصفة عامة هو كل الاحتياجات الأفريقية إحنا بننبهها لهم، ولكن يعني عايز اقول لحضرتك ان هو بتتنوع بدايه من الطاقات التقليديه سواء تشغيل المحطات، صيانه المحطات، ادارتها، كمان في نفس الوقت الجزء الخاص بالطاقات المتجدده. ويمكن افريقيا غنيه جدا بالطاقات المتجدده، نتكلم على الشمس والرياح والكهرومائي. من ضمن الدورات اللي بنقدمها هنا هو جزء كبير من الطاقات المتجدده، والحمد لله مصر بقى عندها خبرات كبيره جدا في مجالات الطاقه المتجدده والطاقه بصفه عامه، والعالم كله بيسعى الى زياده انتاجيه من المصادر المتجدده، لان هي دي بتبقى صديقه للبيئه، وخاصه مع طبعا مع تنظيم مصر لكوب 27 اللي هو مؤتمر تغير المناخ في نهايه هذا العام ان شاء الله. وعايز اقول لحضرتك كمان ده مرتبط كمان ب برنامج او برامج التنميه لافريقيا 2064، فبالتالي احنا مهتمين جدا جدا باول حاجه زياده الامكانيات والخبرات الافريقيه في مجالات الطاقه بصفه عامه، وكمان في نفس الوقت السعي لي او مساعدتهم في الوصول للبرامج التنمويه المطلوبه ان شاء الله. طيب يعني احنا عندنا مشروع مشتركه في مصر، في مشروع بيتكلم عن التعاون مع الدول الافريقيه في تدريب لاكثر من 26 دوله او في لممثلين 26 دوله باكثر من 164 برنامج بيدخل فيها الوافدين اللي جم واتدربوا وتخرج منها زياده عن الرقم اللي احنا اتكلمنا عليه، يمكن رقم اخر بيعادل ال 2500 طالب في برامج اخرى غير البرنامج اللي كان بيحصل المره دي. احنا بنتكلم عن خطة مستقبلية لنشر الخبرة المصرية في الكهرباء في مختلف أفريقيا، نقدر نقول ان ده
اعتزاز من مصر بأصولها الأفريقية ودعم لأصول مصر الأفريقية المختلفة؟ بالتأكيد بالتأكيد طبعا، لأن يعني الدول الأفريقية ده الامتداد الطبيعي بتاعنا، وفيه اهتمام كبير جدا على كل المستويات، بدءا طبعا من القيادة السياسية لدعم الدول الأفريقية في المشروعات التنموية بصفة عامة. وعايز اقول لحضرتك ان يعني في كتير من الدول الافريقيه بتعاني من الكهرباء واستقرارها، ومن ضمن العوامل الاساسيه زي ما احنا قلنا اللي هو الكوادر البشريه. ومش كده بس، احنا كمان احنا بنقدم كل الدعم للدول الافريقيه، الدعم الفني، الدعم التقني، كمان في نفس الوقت الشركات المصريه اللي بتعمل في الدول الافريقيه ديت في المشروعات المختلفه، سواء سدود سواء المحطات التقليديه او المحطات الشمسيه او المحطات الكهرومائيه، كل الحاجات دي كلها احنا حريصين جدا جدا، لان تنميه افريقيا هي تنميه لمصر، فالاثنين مرتبطين بعض، وان شاء الله نقدر ان احنا نساعد الدول الافريقيه والدول الاقليميه باذن الله، يعني ان هي اولا ان هي تطور من البنيه التحتيه الخاصه بالكهرباء، في نفس الوقت ان يبقى في، يمكن حضراتكم متابعين الجزء الخاص بالربط الكهربي. صحيح، دي نقطة مهمة جدا كنت عايز اتكلم فيها مع حضرتك، مشاريع الربط الكهربائي مع الدول العربية. بالتأكيد، يعني طبعا الربط الكهربائي ده من ضمن المشروعات التنموية المهمة جدا، في سواء مع افريقيا وكمان الدول العربية وكمان في نفس الوقت اوروبا. فاحنا عندنا بعض الخطوط الربط موجودة بالفعل، زي ما بيننا وبين الأردن، بيننا وبين ليبيا، بيننا وبين السودان. وفي مشروع للربط بيتم تنفيذه حاليا بالربط ما بيننا وبين السعودية. كمان في مشروع يعني تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به للربط مع قبرص اليونان، وبالتالي ربط مش بس مصر وأوروبا، لا ده أفريقيا وأوروبا، لأن أولا أوروبا والعالم كله بيسعى للحصول على الطاقات، وأوروبا حريصة جدا على حصول على الطاقة من المصادر المتجددة. مصر الحمد لله عندها قدرات غنية جدا من الطاقات المتجددة، وأفريقيا أيضا غنية جدا بالطاقات ديت، وبالتالي خط الربط هيعود بالنفع على كل الأطراف. بكل تأكيد دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، شكرا جزيلا ليك.